وعندنا أشياء بسيطة. أيكم يعرف رأس الجبل وإلا لا؟ هل رأس الجبل كرأس النملة؟ لما نقول للجبل رأس، هل رأسك رأس الشيخ؟ أي شبه؟ والعين، لفظ العين، عين النملة كعين البقرة اسم عين، عين النملة كعين البقرة، عين الشمس كعين أمي، ما يقول عين الشمس ولا لا؟ فهل العين هي كهذه؟ فالله عز وجل له عينه، ولكن مستحيل أن يخطب ببالك ذات الله ما هي والعين كيف هي. آمين فقط، قل آمنت بالله أن لله عينين ينظر بهما ويعرفنا. المهم أرادوا أن يذهبوا من قلوب المؤمنين مهابة الله، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا شمال ولا يد ولا قدم ولا عين ولا معنى، لا وجود له، ما يبقى في قلب العبد رهبة ولا خوف من الله. ما ترى والله لمن الثالوث اليهود والنصارى والمجوس. قال وصفة، إذ لا شبه بين صفات الخالق وصفات المخلوق أبدا، لما أخبر تعالى من أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه أحد ولا كفء له. ولهذا لو قال أحد يد الله كيد زيد أو عمر، أو قال مجيء الرب تعالى كمجيء خالد أو بكر، واستواء الله تعالى على العرش كاستواء الملك فلان أو فلان، لكان مشبها للخالق بالمخلوق، وهو في ذلك كاذب، إذ الواقع يختلف عما قال تماما، ومكذب لأنه كذب الله تعالى في قوله وبذلك يكفر. وذلك لقوله تعالى ليس كمثله شيء، هذه جملة من كتاب الله، ما هي آية كاملة يحفظها كل مؤمن، ليس كمثل الله شيء، لا تفكر أبدا ولا يخطر ببالك أن تشبه الله بالمخلوقات، لأنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته. قال ومشرك كافر، لتشريك بعض عباد الله في بعض صفات الله تعالى. رابعا، إن هذا المؤول لصفات الله تعالى فرارا وهروبا من التشبيه وخوفا منه، قد خفي عليه الفرق العظيم بين صفات الخالق جل وعلا وبين صفات المخلوقين العاجزين الضعفاء. إنه لو علم أن الفرق بين صفات الخالق وبين صفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق لما توهم تشبيها أبدا، ولما لجأ إلى التأويل بحال. فلهذا لنا أن نقول إن المؤول لصفات الله تعالى خوفا من الوقوع في التشبيه قد فهم أنه يوجد شبه لله، ثم أنه يوجد شبه ما بين صفات الخالق عز وجل وصفات المخلوقين، فلهذا هرب منه فأول صفات الخالق حتى لا تشبه صفات المخلوق. أما غير المؤول فإنه لم يسمح لخاطره أن يقدر أي شبه بين صفات الخالق وصفات المخلوق لاستحالة وجود أي شبه بها واقعا، فأطلق صفات الخالق عليه كما أطلقها على نفسه، وأطلق صفات المخلوق عليه كما أطلقت عليه شرعا وعادة وعرفا، وبذلك سلم من الخطأ والتكلف والجهل، وبالتالي سلم من الشرك والكفر. أعيد هذه الجملة، يقول إن المؤول لصفات الله تعالى خوفا من الوقوع في التشبيه، هذا المؤول الخائف من أن يشبه الله بالخلق قد فهم قبل أن يؤول، فهم أنه يوجد شبه ما بين صفات الخالق عز وجل وصفات المخلوقين، وهذا باطل، والله لا شبه بالمرة. فلهذا هرب منه فأول صفات الخالق
حتى لا تشبه صفات المخلوق. هذا هو المؤول، خاف من الشبه، بعدما شبه هرب من الشبه، قال ما ضرص نؤول. أما غير المؤول فإنه لم يسمح لنفسه ولا لخاطره أن يقدر أي شبه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، وذلك لاستحالة وجود أي شبه بها واقع، فأطلق صفات الخالق عليه كما أطلقها هو تعالى على نفسه وأطلقها عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك سلم من التأويل ونجا من التكذيب لله تعالى والشرك به. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، والآن مع توحيد العبادة انتهينا إلى هذا الفصل وهو حرف الجيم عبادة الله. هيا بنا ندرس. قال الشيخ غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين، قبل بيان عبادات الله تعالى، قبل أن نبين عبادات الله وكيف يوحد الله تعالى فيها، نذكر ماذا؟ أن الله تعالى لم يخلق الثقلين. ما الثقلان؟ الإنس والجن، كل واحد ثقل على الأرض ولا لا كالحمل. لم يخلق الثقلين الإنس والجن في هذا العالم الأرضي إلا لعبادته. لو تسأل يا ربي لما خلقت الإنس والجن في هذه الأرض، تريد أن تجاب أو تسمع الجواب؟ أجاب تعالى بنفسه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما هناك غرض آخر. إذن قال قبل بيان عبادات الله تعالى وكيف يوحد الله تعالى فيها، نذكر أن الله تعالى لم يخلق الثقلين أي الإنس والجن في هذا العالم الأرضي إلا لعبادته. بأي شيء هذه العبادة تكون؟ قال بذكره وشكره وحسن عبادته. وهذا هو دعاؤنا بعد كل صلاة فريضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا من لم يحفظ هذا الدعاء فليحفظه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه هدية غالية نفيسة لأحد أحبائه لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لأحبك. يا ليتنا نحن، والله إني لأحبك يا معاذ، فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذ هذه المهمة التي من أجلها خلقنا، أن نذكر الله ونشكره ونعبده ونحسن عبادته. معاشر المستمعين والمستمعات، من الآن إن شاء الله بعد صلاة العشاء ماذا نقول؟ اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك 3 مرات، ولا تخف سيعينك الجبار إذا صدقت بالدعاء. قال دل على هذا قوله عز وجل في كتابه العزيز ومن سورة الذاريات بالذات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عرفنا
علة الوجود، علة هذه المخلوقات ما هي؟ من أجل أن يذكر الله ويشكر. الآن أصبحنا فلاسفة، ما قيمة الفلاسفة؟ أصبحنا مناطق، ما قيمة المناطق؟ أصبحنا علماء كون ذرة، ما قيمتهم؟ من عرف هذه لو يجتمع العالم بأسره يبحث في الكائنات والكونيات وسر الحياة، والله ما يعرفها إلا أنت أيها المؤمن، يا من آمن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. خليهم يحلوا الدنيا كامل وبخوا الأكوان، النتيجة مما لا أدري. وأنت في بيتك أمك العجوز يا أمة، لما خلق الله هذه الحياة؟ من أجل أن يعبد فيها. من يرد؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. معاشر المستمعين، عرفتم علة الحياة ولله؟ سير الوجود ما هو؟ أن يذكر الله ويشكر. فلهذا الذي لا يشكر الله ولا يذكره هو عدو الله ومصير الخسران الأبدي، لأنه عطل الحياة كلها. كثير ما نردد هذه القضية ونعيدها، لأن المستمعين منهم الوافدون يوميا. ما هي هذه القضية؟ اسمه وهو لما يقضي الله جل جلاله وهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين، يحكم على شخص عصاه 80 سنة أو تمرد عليه وخرج عن طاعته 100 سنة خليها 1000 سنة، يحكم عليه بالخلود في عذاب لا ينتهي أبدا؟ أين العدل؟ يعذب 80 سنة 1000 سنة بحسب عمره، كيف يعذب أبدا؟ عرفتم هذا السؤال ولا لا؟ الجواب، هذا الذي حكم الله بعذابه أبدا، هذا جريمته أنه نسف الكون كله بالديناميت، نسف الجنة وذلك العالم وبخره، نسف الجحيم وعالم الشقاء كله وبخره، نسف السماوات وحطمها، نسف الأرض كامل وهدمها، نسف البشرية ومزقها، الإنس الجن كامل وأحرقهم. هذا كم تعذبونه إذن؟ كم؟ ما ينتهي عذابه، لأن الجنة والنار والإنس والجن والسماوات والأرض والبشرية والجن كلها مخلوقة من أجل أن يعبد الله، فأبان يعبده. عرفتم هذه الحقيقة أو ما تأملتموها؟ فهذا الذي ترك ذكر الله وشكره فلم يذكر ولم يشكر، جريمته لا أنه عصى الله 100 سنة أو 1000 سنة، جريمته أنه أفسد الكون ودمره كله، إذ خلق الله الأكوان كلها من أجل أن يعبده ويشكره، قال لا أذكر ولا أشكر. معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هل وعيتم هذه القضية؟ لما أريدها أنا؟ ممكن يقول قائل أين الرحمة؟ كيف يعصيه 100 سنة يعذبهم مليار السنين؟ كيف تجيب أنت؟ الجواب أن هذا الذي ترك الذكر والشكر وهما علة الحياة كلها، حكمه حكم من نسف الأكوان كلها ودمرها، فهذا كم تعذب أنت؟ مليارات السنين وما يكفي. ولهذا حكم الله بخلودهم في عذاب الشقاء الأبدي. هؤلاء هم الكفار ولا لا؟ ما معنى من لا يذكر ولا يشكر؟ كافر ولا مؤمن؟
هو الكافر، لا يذكر الله لا بقلبه ولا لسانه طول حياته، ولا يشكره ولو بركعة يركعها أو سجدة يسجدها. هذا هو التارك للذكر والشكر والعبادة. إن شاء الله سمعتم وفهمتم الحمد لله. لو ترحلون إلى الصين من أجل هذه القضية والله ما دفعتم كثيرا، إلا إذا كنتم ما تقدرون هذه المعارف لا قيمة لها، ابحثوا عن البقلاوة والبطاطس. قال: ولبيان أنواع العبادات وكيف يعبد بها الله أنزل الكتب وبعث الرسل عليهم السلام. من أجل بيان أنواع العبادات ماذا فعل الله؟ أنزل الكتب وضمنها أنواع العبادة، وأرسل الرسل ليبينوا كيف يعبد الله بهذه العبادات. لولا أنه أنزل كتابه وبعث رسوله نريد أن نعبده ونعرف كيف نعبده وكيف نعمل، نجري ننتكس ماذا نفعل ما نعرف. فلهذا ينزل الكتاب ويبعث الرسول لمهمة أن يبين للناس كيف يعبدون ربهم. قال: ولبيان أنواع العبادات وكيف يعبد بها أنزل الكتب وبعث الرسل، فكانت بذلك عبادات الله توقيفية لا تعلم إلا من طريق الوحي الكتاب والسنة. هيا معاشر المستمعين، نريد أن نعبد الله بعبادة عظيمة، نجتمع ونفكر نوجد عبادة عظيمة يحبها الله. هيا نفكر، والله لو نفكر مليون سنة ما نستطيع أن نوجد عبادة يحبها الله ويرضى بها عنا ويثيبنا عليها، من المستحيل. نستطيع أن نبتكر عبادة من باب المحال، أو ما فهمتم هذه؟ نريد أن نرضي ربنا عنا وأن يحبنا بأن نوجد له عبادة من أعظم العبادات، كذا ولا لا؟ إذا فعلناه وعبدناه بها أحبنا ورضي عنا وأعطانا ما نريد، واجتمعنا العلماء كلهم، هل يمكن أن نوجد نختار عبادة؟ والله ما كان ولن يكون. فما نعبده إلا بما أحب أن يعبد به، وهو الذي بينه في كتبه وعلى ألسنة رسله. أما باختراعنا لن يكون هذا أبدا. وهنا والمناسبة حاصلة، ما أردناها لكن إن شاء الله، نحن في رجب وإلى لا؟ هذا رجب، رجب الأصب أو الأصم، الأصب والأصم أيضا. لما العرب يقولون رجب الأصب؟ لأن البركات والخيرات تصب في صب، هذا أعظم الشهور المحرمة. الشهور المحرمة كم؟ 14، هذا أجلها، فيقال فيه الأصب لأن الخير يصب فيه، وقالوا فيه الأصم يعني ما يسمع، أنت الذي لا تسمع فيه قعقعة السلاح، إذا دخل رجب انتهى الحرب، ما يحمل أحدهم سلاحا ولا يضرب به. فهمتم كونه الأصم وإلا لا؟ لا تسمع فيه قعقعة أي صوت السلاح بين عرب عامة من أقصى الجزيرة إلى أقصاها، لأنهم يعظمون هذا الشهر. من ركز هذا في قلوبهم، الله جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام ماذا جعل؟ هدى لن جعل الله الكعبة كعبة البيت الحرام وش الحرام؟ أين أهل القرآن؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد.
كان العرب في قرون حوالي 1000 سنة لا حكم ولا سلطان ولا قانون ولا 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 من يسوسهم من يحكمهم، قبائل ونعرات ونزعات وإن كانت فيهم مروءات. فأراد الله عز وجل أن يكرمهم من أجل حرامه فألقى في نفوسهم من يوم ما ينطق الطفل ويعظم الحرم ويعظم الأشهر الحرم. إذا أردت أن تمشي من الرياض من جدة من كذا إلى مكة علق فقط عرق أو جلد قشرة من شجر الحرم وامشي، لا يمسك أحد بسر أبدا. تسوق الإبل البقر الغنم للحرم هدي، أشعره فقط، علمه بعلامة وامشي، لا يعترضك أحد. دخل الشهر الحرام ما بقي خصومة ولا عداء ولا حرب ولا قتال، معوا السلاح. تدبير من هذا؟ لما جاء الإسلام وقامت دولة لا إله إلا الله نسخ الله هذا، لأن إمام المسلمين هو الذي يمنع من التلصص والإجرام والسرقة والكذبة، لكن قبل وجود الدولة الإسلامية الله تولاهم. سبحان الله العظيم، جعل الله الكعبة البيت الحرام جعل الله الكعبة البيت قياما للناس، والشهر قياما للناس أي أهل مكة والحرام، حياتهم تقوم على ذلك، والهدي والقلائد. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. آمنا بالله. إذن قلنا ولبيان أنواع العبادات وكيف، نعم رجعنا الموضوع، عدنا إلى الرجبية. هذه أيامها وإلا لا؟ الرجبية، ما هذه الرجبية؟ بدعة. متى؟ ليلة 27 من رجب، يقولون هذه الليلة هي التي أسري فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج بها إلى السماء، ولم يثبت قط بيان ولا معرفة الليلة التي عرج فيها بالرسول أبدا، لا حديث عن الصحابة ولا عن الرسول، اخترعوها. تبهتم؟ فنحن نقول لأنهم يلوموننا، لما ما تحتفلون بالرجبية والعالم الإسلامي يحتفل بها، فنقول كيف نفعل؟ هيا نعبد الله في هذه الليلة. ماذا نسمع؟ في أغاني قصائد خلفها الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاة خاصة كصلاة العيد، صلاة خاصة كصلاة التراويح، ماذا نصنع؟ دلونا يرحمكم الله. والله ما يجدون كلمة. إذن كيف نعبد الله بما لم يشرع؟ هذا قلنا من المستحيل أن نوجد عبادة يحبها الله ويحبنا من أجلها وهو ما شرعها، لا في كتابه ولا بينها رسوله صلى الله عليه وسلم. فماذا نصنع؟ أنا دائما أقول هيا بنا بعد غد الرجبية. ماذا نصنع؟ نأتي بالحلاوة والبطاطس واللحم. الله شرع هذا. ماذا نصنع؟ نشعل الشموع ونضع الكراسي ونهلل ونكبر. الله أمر بهذا أم رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قولوا لنا بارك الله فيكم ماذا نفعل، كيف نحتفل بها؟ لما أراد الله الاحتفال بليلة القدر وليالي رمضان علمنا الرسول كيف نبيت راكعين ساجدين، لما أراد الاحتفال بالعيد علمنا الاغتسال والتطيب والصلاة وفي جماعة وخطبة، نظام كامل، أليس كذلك؟ هيا إذا نفعل هذا في رجب في ليلة 27 ماذا نصنع؟ والله ما عندنا ماذا نفعل ولا كلمة. إذن لا بدعة ولا رجبية،
عسى السامعون والسامعات فهموا. نحن ما نمنع إذا كان رسول قال صلوا كذا، اجتمعوا في كذا، افعلوا كذا، مرحبا، هذا شرع الله، رسول الله المبين. لكن رسول ما ترك كلمة واحدة، كيف نصنع؟ نكذب فقط من أجل التجمع والرز واللحم والأغاني؟ هذا دين الله؟ إذن الآن أنتم مع الكتاب، ولبيان أنواع العبادات وكيف يعبد بها الله أنزل الله الكتب وبعث الرسل، فكانت بذلك عبادات، عبادات الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ نقف بها عند الكتاب والسنة، لا عقل ولا اجتهاد، نجتهد في أمور الدنيا. أما أن نجتهد في عبادة نعبد بها الله ما يمكن أبدا ومستحيل أن نأتي بعبادة ما شاء الله. توقيفية لا تعلم إلا من طريق الوحي، أي الكتاب، أي القرآن والسنة. وكان من عبد الله بغير ما شرع ما شرع لعباده، أعيد فأقول، وكان من عبد الله تعالى بغير ما شرع لعباده أن يعبدوا به غير عابد لله، وإنما هو عابد لهواه أو للشيطان الذي أهوى. الذي يعبد الله بعبادة ما شرع الله، لا في الكتاب ولا في السنة، ما كان عابدا لله بل كان عابدا لهواه أو للشيطان الذي علمه هذا. أما الله ما يعبد بغير ما شرع، أو يعبد بغير ما شرع؟ والله ما كان. مرة ثانية، وكان من عبد الله تعالى بغير ما شرع لعباده أن يعبدوا به كان غير عابد لله، وإنما هو عابد لهواه الذي زين له البدع أو للشيطان الذي أغواه وأضله. ومن عبد الله بما شرع لعباده أن يعبدوه به لكنه أشرك فيه غيره من مخلوقاته فقد أشرك وكفر. نعم، عبد الله بعبادة شرعها ولكن والتفت فيها إلى غير الله، أشرك وإلا لا. فلهذا قال ومن عبد الله بما شرع لعباد أن يعبدوا به لكنه أشرك فيه غيره من مخلوقاته، ما الحكم؟ نقول أشرك وكفر. والسؤال الآن هو ما هي العبادات التي شرع الله تعالى لعباده أن يعبدوه بها ولا يشركوا معه غيره فيها؟ هذا هو السؤال. السؤال ما هي العبادات التي شرعها الله تعالى لعباده ليعبدوه بها ولا يشركوا معه غيره فيها؟ يجب أن نعرف ولا لا؟ يجب أن نعرف هذه العبادات ولو نرحل إلى الصين، لا إلى كندا وما وراءها. لا يحل لعبد يشهد لا معبود إلا الله وهو لا يعرف كيف يعبده ولا بما يعبده. ولهذا طلب العلم فريضة، من لا يعرف كيف يعبد الله ولا بما يعبده ما استفاد من إسلامه وإيمانه. قال والجواب أنها موجودة، العبادة التي شرع الله وأحبها موجودة. أين؟ قال في الكتاب والسنة، مودع فيهما، فمنهما تطلب وبهما تعرف. وها نحن نذكر جملة كافية إن شاء الله من أنواع العبادات مبينين وجه كل من التوحيد والشرك فيها، توضيحا لعقيدة المؤمن واستكمالا للبحث فيها، مبتدئين بالعبادات التي هي من أعمال القلوب، منتهين بالعبادات التي هي من أعمال الجوارح. في عبادات يقوم بها القلب فقط، وعبادة تقوم بها الجوارح، اللسان كالذكر والدعاء والاستغاثة، أعمال تقوم بها الجوارح كالجهاد والعمرة وما إلى ذلك والصلاة. وصلى الله على نبينا محمد وآله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا
ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة وهي أعمال القلوب. والآن مع أعمال القلوب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: ألف أعمال القلوب. إن المراد أو المقصود من أعمال القلوب أيها المستمعون والمستمعات هو العبادات التي يقوم بها قلب العبد والآمى. عندكم آمى أيضا؟ من هي الآمى؟ هذه مخلوقة الله سلمى أو ليلى، كل امرأة هي آمة لله. إي والله، وكل فحل بينكم وعندكم هو عبد الله أحب أم كره. إن المراد من أعمال القلوب هو العبادات التي يقوم بها قلب العبد والآمى، وذلك كالإيمان. الإيمان أليس هو تصديق القلب بما أمرنا الله أن نصدق به، سواء كان من الغيب أو الشهادة. كالإيمان والمحبة والخوف والخشية والرجاء والرغبة والإنابة والتوكل. كم هذه؟ وهذا تفصيلها. أعيدها: أعمال القلوب الإيمان تقوم به الجوارح، اليد تؤمن أو لا تؤمن، العين تؤمن أو لا تؤمن، الإيمان يقوم به القلب. إذن القلب والمحبة، محبة الله، محبة رسول الله، محبة المؤمنين، محبة الخير، محبة ما يحب الله، هذه المحبة تقوم بها العين وإلى الأذن أو اللسان والرجل. ما الذي يقوم بها؟ القلب. المحبة والخوف، تعبدنا الله بالخوف إلى لا، فلا تخافوا مخافوني. إذن الخوف من أعمال القلوب، عبادة يقوم بها القلب. وكذلك الخشية وهي من الخوف، والرجاء بمعنى الطمع، والرغبة كذلك، والإنابة والرجوع بالقلب والتوكل. هذه أعمال القلوب وهي عبادات تعبدنا الله بها، وهذا بيانها بالتفصيل، فهيا بنا ندخل فيها. قال أولا: الإيمان. ما الإيمان يا شيخ؟ قال: هو تصديق القلب بوجود الله تعالى وبربوبيته لكل شيء. ما معنى ربوبيته؟ أي ملكه وتدبيره وخلقه لكل شيء. والله لن تجد شيئا قد خرج عن كون الله ما خلقه أبدا، أو عن كون الله ما يملكه، لا يوجد. رب كل شيء ومليكه وخالقه. قال: الإيمان هو تصديق القلب بوجود الله تعالى. ما معنى بوجود الله؟ أي بكون الله تعالى موجودا. أين يوجد؟ فوق السماوات، فوق العرش. هذا هو الله موجود. ما الدليل على وجودي؟ أنني أتكلم وأنتم تسمعون. ما الدليل على وجودي؟ هذه الأنواع، كل ذرة في العالم العلو السفلي تدل على وجود الله. لعلنا واهمون. إذا وجدت مائدة في بيتك وعليها صحفة من الحلوى أو البقلاوة، هل يمكنك أن تفهم أنها وجدت هكذا؟ لو قال لك قائل: يا هذا، هذه وجدت، يا مجنون، كيف وجدت؟ نعم، تصدقه يعني؟ البقلاوة صعبة، لا، فقط فنجان قهوة أو ماء وجدته أمامك، تستطيع أن تقنع نفسك أن هذا وجد بلا موجد؟ يا عباد الله، ممكن؟ مستحيل.
إذن والشمس التي أكبر من الأرض بمليون ونصف مليون مرة وجدت وحدها مجانين نحن، والقمر والأفلاك والكواكب والأمطار والرياح والبشرية والحيوانات، هذه المخلوقات مخلوقات لها خالق، موجودات لها موجود. كيف إذن تشك في وجود الله؟ أيعقل هذا؟ لا إله إلا الله. قال الإيمان هو تصديق القلب بوجود الله تعالى وربوبيته لكل شيء. فهمتم معنى ربوبية؟ كونه ربا أي خالقا رازقا حاكما مدبرا مالكا لكل شيء. أو فيه منطقة ما لله حكم فيها ولا سلطان؟ يمكن كندا والله ولا ضر في الكون. ألا له الخلق والأمر؟ ألا ألو تسمعون له الخلق والأمر؟ قال عمر من بقي له شيء تفضل، ما دام له الخلق ولا بقي شيء. قال الإيمان وهو تصديق القلب بوجود الله تعالى وربوبيته لكل شيء وألوهيته للأولين والآخرين. ما معنى ألوهيته للأولين والآخرين؟ أي كونه معبودا للأولين والآخرين، إذ لا معبود سواه. يا شيخ فيه معبودات، سيدي عبد القادر وعيسى وأمه، سيدي مبروك والشجرة الفلانية والكوكب الفلاني، ذي خرافات حقيقة مألوها معبودة، لكن عبدوها بحق. أخلقتهم؟ أرزقتهم؟ أتملك حياتهم؟ أتعيد حياتهم بعد موتهم؟ لا 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 لا. إذن كيف تعبد؟ عبدوها ظلما وجهلا وضلالا. أما أن تجد من يعبد بحق فوالله لا وجود له. نعبد الشمس ضخمة منيرة مخلوقة مربوبة، سيأتي يوم يكورها. نعبد ماذا؟ نعبد سيدي عبد القادر، عبد القادر مات. نعبد عيسى، عيسى ما كان موجود أبدا، وعرفنا كيف أوجده الله، كيف يعبد مع الله؟ فلم يبق إلا لا إله إلا الله. إذ الذي يعبد بما سيأتي من أنواع العبادة هو الذي وهبني حياتي، أعطاني عقلي وسمعي وبصري، أوجد أمي وأبي، خلق الكون كله وعلمنا فيه أن عرفناه، ذاك الله الذي يعبد وحده ولا يعبد معه سواه. قال وألوهيته للأولين والآخرين مع التصديق بكل ما أمر الله تعالى بالإيمان به واعتقاده أيضا، نؤمن ونعتقد، من الملائكة والكتب والرسل والمعاد يوم القيامة والجزاء يوم القيامة والنعيم والشقاء والقدر والقضاء، وذلك لأمر الله تعالى بذلك، إذ أمرنا الله تعالى بالإيمان بهذه المذكورات، وذلك في قوله من سورة ماذا؟ من سورة النساء، في سورة النساء. يا عباد الله، توجد سورة ثم سورة النساء في أي كتاب؟ هذا في كتاب الله. هل قرأ النساء هذه السورة؟ يا شيخ هل قرأها أزواجهن حتى تسأل عن النساء؟ اسمع ما في هذه الصورة. يقول الحق تبارك وتعالى آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا.
فقد ضل ضلالا بعيدا. هل تعرفون السر الضلال البعيد؟ ما تعرفون. في ضلال قريب وضلال بعيد. إليك صوت الضلال البعيد. أنت تريد يا سيد تسافر غدا إلى أين؟ إلى اليمن، وإذا به يتجه شمالا. أو ما شاء ما شاء ما تنصل اليمن، امشي امشي سنة كاملة وذهب شمالا، اليمن خلفته وراءك، هذا كيف يرجع؟ هذا يموت للضلال بعيد هذا. لكن لو مشى 100 كيلو 200 أنت غالط، اليمن وراءك، ممكن يرجع ولا لا؟ ما زال طاقته قدرته يرجع. لكن إذا مشى كذا سنة شمالا متى يرجع إلى اليمن؟ مستحيل. عرفتم الضلال البعيد ولا لا؟ يعبر به القرآن. في ضلال قريب أخطأ يعود ممكن، ما زالت طاقته تحمله، لكن إذا توغل في البعد ما يرجع. هذه الآية النورانية من سورة النساء احتوت على أصول الإيمان. قال آمنوا بالله ورسوله، أي محمد صلى الله عليه وسلم، والكتاب الذي أنزل على رسوله، أي القرآن الكريم، والكتاب الذي أنزل من قبل، الإنجيل والزبور والتوراة وصحف موسى وإبراهيم وإدريس. ثم قال اسمع، ومن يكفر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، ما يرجع حتى يتمزق ويتلاشى. هذه الآية دليل على أركان الإيمان وإلا لا؟ أما قال آمنوا، هذا فعل أمين، من آمن؟ آمنوا بماذا يا ربي؟ بالله ربا وإلها، ورسول محمد نبيا ورسولا، والكتاب الذي نزل على رسوله القرآن الكريم إماما وهاديا، والكتاب الذي أنزل من قبل، ألف كتاب للجنس، أنزل من قبل أي من قبل القرآن. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه شاهد وإلا لا من كلام الله. ثانيا المحبة، الإيمان بالله والمحبة من أعمال القلوب وإلا لا؟ تعبدنا الله بالحب لمن؟ للريال أو لذات الخلخال؟ تعبدنا بالحب له ولرسوله ولأوليائه من المؤمنين والمؤمنات، وتعبدنا بحب كل ما يحبه هو. والله لو أحب الله أعمش أرمش دميم الخلقة كذا، والله لأحببنا وأدخلناه في قلوبنا. وإذا كره الله وأبغض كائنا من كان أجمل ما يكون، لن يكون له مجال في قلوبنا، ولا بغضناه ببغض الله تعالى له. قال المحبة وهي حب الله تعالى وحب كل من يحب من عباده، الملائكة، الرسل، الأنبياء، الصلحاء، الصادقين، كل من أحب الله يجب أن نحبه بحبه. وما قال المحبة وهي حب الله تعالى وحب كل من يحب من عباده، وما يحب أيضا من عقائد عباده وأقوالهم وأعمالهم، وذلك لقوله تعالى من أية صورة من البقاء اسم، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ذي بعض آية وإلنا، والذين آمنوا الإيمان الحق والصدق أشد حبا لله.
قد يحب الرجل امرأته ولده ديناره وطنه كما يقول، أنا هذا ما أقولها، كلمة الوطن ما عندنا، بطلناها هذه، لأننا أحببنا الأوطان عبدناها، تبهتم؟ لكن الحب المشروط، تحب زوجتك أولادك إخوانك، تحب المؤمنين، لما تحب هؤلاء؟ لأنك أحببتهم بحب الله. إذن وحب الله أعظم من ذلك. مثلا امرأتك قالت يا زوجي يا بعلي أريد أن أصمو الليلة في الملهى الفلاني، أحبته، وربك يقول يا عبدي لا تله عني ولا تغفل عن ذكري ولا تجلس مجالس الغفل والسوء، فأنت الآن ممتحن، الآن يضع حبك لله. فإن كنت تحب الله أحببت ما يحب وكرهت ما يكره، ولم تطع زوجتك في هذا الباب، لأنه تعارض حبان، حب الله وحب هي، وعلى هذا فقيسه. إذا أحب الله الشيء أحببه، وإن كره كره، وإياك أن تنزلق فتحب ما يكره الله أو تكره ما يحب الله، فإن علاقتك بالله تمزقت انتهت. والذين آمنوا أشد حبا لله من أزواجهم أولادهم بلادهم، ما قل ما شئت، حب الله فوق ذلك كله. وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية كالدرة أو اللؤلؤة في سماء العقيدة. أعيد هذه الآية، تأملوها قبل أن أشرحها لكم. اسمع يقول تعالى من سورة آل عمران إحدى الطوال السبع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويزيدكم ويغفر لكم ذنوبكم أيضا. من الآمر؟ من المأمور؟ ما هذه القصة هذه؟ قل يا رسولنا لهذا الوفد، الوافد من نجران، إن كنتم تحبون الله كما تزعمون فاتبعوني وامشوا ورائي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تعرفون هذه الآية ضمن آيات قرابة 80 آية نزلت في وفد نجران. من وفد نجران هذا؟ نجران عندنا وراء مكة، وهذا الوفد كان صليبيا معتقد مسيحي الدين نصارى. لما بلغتهم دعوة الإسلام وسمعوا القرآن جاء وفد مكون من 60 فارسا على الخيول. في ذاك الزمان المراكب في البر هي الخيل، هذه أشرافها، بعدها الإبل والبغال والحمير. وفد من علماء أشراف، ونزلوا ضيفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين يضعهم؟ وزعهم على المؤمنين. يا ليتنا كنا منهم وأخذنا 2 أو 3، ما في فنادق لا فندق شارطون ولا أليت. إذن جاءوا تجادلون في شأن عيسى وتأليهه، فأنزل الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم 80 آية، فأطلعهم
على كيف وجد عيسى، حدثهم عن جدته حناء مرات عمران قبل ولود مريم وقبل ولادة عيسى، فظهر وطالبوا بالمباهلة، هيا ندعو الله على من كان على الباطل يحترق. وخرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في المسجد من الحجرة، وعلي وراءه، والحسن والحسين عن يمينه وشماله، وفاطمة بينهما، ما إن شاهدوهم حتى ضجوا وصاحوا، قالوا والله لو تباهلون هذا ما بقيت فيكم عين تطير، وانهزموا وألزمهم بالضريبة المعروفة والدخول في دولة الإسلام. نعم، ما لها المباهلة هي أن نرفع كفنا إلى الله، ندعوه على الظالم أو المبطل يهلكه. الشاهد عندنا لما ادعوا أنهم ما عبدوا عيسى إلا من أجل حب الله تعالى، عبدناه في نظرهم لأنه ابن الله من أجل أن يحبنا الله، ما عبدناه لذاته، هذا بما أنه ابن الله في نظرهم واعتقادهم الباطل الخرافي، عبدناه من أجل أن يحبنا الله عز وجل. فقال تعالى: تعالوا قل لهم إن كنتم تحبون الله وتريدون أن يحبكم، من أجل ذلك عبدتم عيسى، فاتبعوني يحببكم الله بلا تردد. إن كنتم تحبون الله فأحببتم عيسى بوصفه ولدا وعبدتموه رجاء حب الله لكم، تعالوا اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عرفتم هذه ما السر؟ لأن الله تعالى يحب من يحب أهل الطهر والصفاء، وإلا لا؟ إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إذا فالمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معناه في الشارع وهو ماشي، اتباعه في عقيدته في عباداته في قضاء وحكمه في آدابه وأخلاقه، هذا الاتباع يحول قلب العبد إلى كتلة من نور، فإذا صفى القلب وزكت النفس أحبه الله عز وجل. فمن هنا معاشر المستمعين والمستمعات، من أراد أن يظفر بحب الله ومغفرة ذنوبه فليمشي وراء رسول الله، فليصلي كما كان يصلي، وليصم كما كان يصوم، وليتصدق كما كان يتصدق، وليتأدب كما أنا يتأدب، ويتخلق كما كان رسول يتخلق. لا يزال العبد يمشي وراء رسول الله حتى يحبه. إليكم ما يشرح هذه الحقيقة، اسمعوا البخاري يروي في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا ويلنا، تأمل تأمل يا عبد الله، اسمع: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما معنى آذنته؟ أعلنت
الحرب بيني وبينه. من يغلب الله؟ من يقدر على حرب الله؟ والله يقول للشيء كن فيكون. اسمعوا ورطة عظيمة. عبد يوذي أولياء الله، عرفتم؟ من آذى لي، من عادى لي وليا أي من أوليائي فقد أعلنت الحرب عليه. يا شيخ أين أولياء الله؟ سيدي عبد القادر، سيدي البدوي، سيدي عيدروس، سيدي خالد، سيدي مبروك، تعرفون أولياء الله؟ هؤلاء هم أولياء الله عند العرب والمسلمين أكثر من 400 سنة، ما عندهم ولي يمشي على الأرض إلا من مات وبني على قبره قبة ووضع له تابوت من خشب ووضعت عليه الستائر من الحرير وأصبح يحلف به ويقسم بحياته ويتقرب إليه بالشموع أيام الشموع، الآن ما في شموع، وينذر له النذور، ذاك هو الولي. يا ويلك أن تؤذيه. اسمع عجائبنا، كنت طفلا ولكن موفقا فضل الله الحمد لله أجلس مع الكبار. قال أحدهم فلان زنى في الحي الفلاني، ولما كان جنبا من الزنيا ما استطاع يمر على الطريق الفلاني لأن سيدي فلان هناك. ما فهمتم؟ عصى الله، فسق عن أمر الله، فجر بموت مؤمن آذاه في عرضه ومزقه، وخاف إذا مر وهو جنب بالزنا على سيد فلان يضربه. عرفتم أمتكم؟ هذه والله العظيم. ومن طلب البرهنة وأراد التدليل حتى لا يفهم أننا ضائعون أو واهمون، هل استعمرتكم أوروبا وإلا لا؟ أين ممالك الهند تحت أرجل العمال البريطانيين؟ أين جزر جاوة وإندونيسيا تحت مجموعة من الصياد الحوت الهندنديين؟ أين أبطال شمال أفريقيا رؤساء العروب والإسلام داستهم إيطاليا بنعالها وفرنسا بحافرها؟ لعلي واهم. فلولا أننا هبطنا إلى الحضيض وانقطع صلاتنا بالله وأصبحنا أعداء لله لأولياء نعبد غيره ونخاف سواه ونحب ما لا يحب، والله ما سلط علينا الكفار. أما سمعتموه يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لن يجعل. عرفتم كيف كنا وإلا لا؟ صدر أمر قاضي بنقل فلان إلى فلان، صدر الحكم من قاضي المحكمة بماذا؟ خذ فلان وحلفه بسيد فلان، البين على المدعي واليمين على من أنكر، أنكر هذا ما عليك إلى اليمين فقط، يأخذه إلى ضريح فلان يحلف له كأن الله لا وجود له. ذي أم هذه تستحق السيادة؟ جهل. نعم، احلف بالله، يحلف مليون مرة احلف بسيد عبد القادر، لا 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 ما استطيع. والشاهد عندنا فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يمشي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا الذي يتهيأ لحب الله. وإذا أحب الله عبدا ماذا يفعل به؟ اسمع الله يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي. ألا أسكت إليكم النص الكريم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما هناك ما تتقرب إلى الله أحب الله من فرائض فرضها عليك. ثم قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وكلمة ما يزال العام بعد العام والشهر بعد الشهر ما يزال يتملق إلي ويتقرب بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحبك الله نم فالمخاوف أمان، أحبك تتمزق وتتلاشى مستحيل. ثم نمتحن أنفسنا، أيكم أحبه الله؟ من يبرهن؟ من يدلل؟ اسمع ما يقول الحكيم، يقول: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. الذين أحبهم الله، والله الذي لا إله غيره ما يستطيعون أن يسمعوا الأغاني الماجنة والألفاظ الباطلة والسب والشتم المكروه لله، فضلا عن كلمات الكفر والزندقة والباطل، لأن أسماعهم ملكها الله ما يستخدمها ضده. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. صاحب هذا الحب لا يستطيع أن ينظر أبدا فيما يغضب الله، لا يستخدم هذه الآلة التي وهبه الله إياها، لا يستخدمها ضد مولاه أبدا، ما يقوى، لأن الله ملكها. وكنت يده التي يبطش بها، يستطيع أن يختطف الفارس من على صهوة الجواد يضرب بالأرض، ووالله ما يستطيع أن يمد يده لعجوز أو مؤمن هكذا كأنه مشلول. عرفتم هذه ولا لا؟ يستطيع أن يتناول ما شاء الله لقوة يده وبدنه في ذات الله، أما أن تمتد يده لما حرم الله ما يقدر، ما يقوى أبدا. لما؟ لأن يده ملكها الله، يصخر في محابه لا في مساقطه. وكنت رجله التي يمشي بها، أريكم قصة ولا لا؟ يستطيع أصحاب الباطل والغافلون يمشي 40 كيلو متر ليحضر حفل باطل ومنكر، تبات، ويعجز عن 5 أمتار إلى المسجد، ما يستطيع المسجد أمامه 5 أمتار ما يستطيع. ولما يكون باطل 40-30 كيلو يمشيها. عرفتم هذه الرجل وإلا لا؟ لأنها مملوكة لغير الله، تمشي في مساقط الله ولا تتعب ولا تعيا. والرجل التي هي لله يمشي صاحبها من الأندلس إلى هذا المسجد النبوي ليروي الحديث، يمشي من أقصى الشرق والغرب حافي القدمين ليحج بيت الله، لأن هذه الرجل ملكها الله يسخرها فيما يحب. وهكذا أعيد هذا الحديث الجليل العظيم، يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. الفرائض أعظم ما تتقرب به إلى الله، ثم بعد ذلك النوافل. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل إلى متى؟ حتى أحبه.
علامة الحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. تردد في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. عرفتم هذه؟ اسعوا إلى هذه الجوائز، ممكن وإلا لا؟ فقط الفرائض لا تضيع، ونافس في النوافل، ولا تزال حتى يأتيك الحب. متى تشعر أنك حبيت؟ عندما تصبح لا تقوى على الباطن، ما تقدر، سمعت صوت غير سليم تغلق اصبعك اذنيك باصبعك، علامة ذلك. وشيء اخر اسمعوا، هذه بعلامة اخرى، يقول تعالى ويخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: اذا احب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان، فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان ابن فلان، فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يلقي له القبول في الأرض، فلا يراه عبد صالح إلا أحبه. ما كيف نحب يا عبد الله؟ اقرأ معنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. امشي وراء رسول الله. يا شيخ كيف نمشي ورانا؟ ما أعرف شيئا. إذن تعلم، تعلم أخلاق الرسول، آدابه، سلوكه، عباداته، كيف كان يعبد، هكذا حتى تصل. أما تبقى في جحرك أو دكانك ولا تجلس ساعة بين يدي عالم يعلمك، والله ما تتعلم حتى الموت. قال: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقني حبك وحب من وحب من ينفعني حبه عندك. الله أكبر. اللهم ارزقني حبك حتى أصبح أحبك يا ربي، وارزقني حب من ينفعني حبه عندك. إذا أحببته نفعني هذا الحب عندك، وهو حب ما يحب الله مطلقا. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة فيما تحب. اللهم ما رزقتني مما أحب كالمال والولد والمنصب والصحة والأمن والعافية، اجعله قوة لي فيما تحب. الصالحون إذا أكل أو شرب قال: اللهم اجعل، اللهم اجعل هذا الغذاء أو ما أكلناه قدرة وقوة لنا على طاعتك. وهذا الواجب، إياك أن تأكل تشرب لأنك تشتهي الطعام والماء، كل واشرب من أجل أن تعبد الله، لتحتفظ بحياتك لتعبد الله، لأنك خلقت للعبادة لا لشيء آخر. فكونك تحرث أو تصنع من أجل الله، وهذه القاعدة تقررت عندنا، وقلنا: إذا مررت بمؤمن يبني سله يبني لله، مررت بيهدم في جدار لما لله، وجدت وطلق مطليما قال لأجل الله، تزوج لما لله. لا يخرج عبد الله في دائرة عمله عن حب الله، إذ هو عبده يطلق الزوج باسمه وبإذنه، يبني أو يهدم، إذا طلب البناء بنى، لا طلب الله الهدم هدم. متى نعرف هذه؟ حتى نجتمع في بيوت الله هكذا طول الحياة نتعلم الهدى. قال: وعليه فمن أحب الله تعالى وأحب من
وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يعني طلب وظيفة، طلب أولاد، طلب زوجة ما حصل، زواها الله عنه صرفا، اجعل ذلك الفراغ فيما تحب. لا، هذا رسول الله. اسمع اسمع، وما زويت عني مما أحب وما أعطيتني فاجعله فراغا لي فيما تحب. أو ما تعرفون الفراغ؟ أردت أن توظف ما حصلت، ما أراد الله، في فراغ الآن وإلا لا؟ اجعله في حب الله، صم وقوم الليل واعمل الخير، اجعل ذلك الفراغ في حبك. وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب، حتى أقضي ذلك الوقت في حبك والحصول عليه. قال: وعليه، فمن أحب الله تعالى وأحب من يحب من عباده وما يحب من اعتقاداتهم وأقوالهم وأفعالهم ولم يشرك في هذا الحب أحدا فقد وحد الله تعالى في هذه العبادة. ومن أحب غير الله تعالى حبا لم يأذن فيه الله تعالى ولم يشرعه لعباده بل نهى عنه أو حرمه، كحب ما يعبد من دون الله تعالى وحب الرؤساء وحب الدنيا، حبا يجعل المحب على طاعة المحبوب في معصية الله تعالى ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى تعظيمه وإجلاله وإكباره والذلة له والخضوع والخشوع. فمن أحب بهذا الحب غير الله تعالى فقد أشرك في عبادة الله تعالى التي يحب الله والحب لأجل الله. قال ثالثا: الخشية والخوف. الآن عرفنا الحب، الإيمان والحب والخشية. قال: الخشية، ما الفرق بين الخشية والخوف؟ قال: الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية تكون مع تعظيم المخشى منه، المخشي منه، وأما الخوف يخافه ولا يعظمه، وهذا موجود. يخاف الإنسان اللص يرهبه لكنه يعظمه بقلبه؟ لا. يخاف الحاكم الظالم لكن ما يعظمه. بخلاف الخشية خوف مع تعظيم، ولن تكون إلا لله، فلا تخشوا الناس واخشون. قال: إن خشية الله تعالى والخوف منه عز وجل مما تعبد الله بعباده المؤمنين، فقد أمر بخشيته ونهى عن خشية غيره، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة وهي أعمال الجوارح، سبقتها أعمال القلوب، والله عز وجل تعبدنا بذلك، تعبدنا بأعمال قلوبنا من النية إلى الخشية وما بين ذلك. فالرهبة كالخشية كالحب كغيرها من سائر أعمال القلوب تعبدنا الله تعالى بها. فليس من حق المؤمن أبدا أن يحب كائنا من كان كحب الله عز وجل، أو يخشى كائنا من كان كخشية الله، أو يتوكل أو يعتمد على كائن من كان كما يتوكل ويعتمد على الله. أما أعمال الجوارح فقد قال المؤلف غفر الله لنا وله ورحمنا الله وإياه، قال: إنما تقوم به الجوارح من العبادات والطاعات كثير جدا، ليست كأعمال القلوب. فلذا نكتفي بذكر طرف منه فقط، وذلك لكثرته، تذكيرا وتعليما، تذكيرا للناس وتعليما لغير العالمين.
وبخاصة ما وقع فيه الشرك بين المسلمين، ومن ذلك أولا الدعاء، وهو سؤال الله عز وجل، هو طلب الله عز وجل. الدعاء وهو سؤال وطلب الرغائب من الذي يملكها وهو الله عز وجل، وطلب الحاجات في جلب نفع أو دفع ضر ممن يملك ويقدر، ولا يملك ولا يقدر إلا الله. والدعاء من أعظم مظاهر العبادة. العبادة أنواعها كثيرة، ومن أظهر مظاهرها الدعاء، أي سؤال الله عز وجل. ومن هنا كانت العبادة بدونه ليست شيئا، والدعاء هو العبادة. إذن نفصل القضية. اعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وورد ولم يصح الدعاء مخ العبادة. لما يكون الدعاء هو العبادة؟ لأن هذا الصيغة صيغة حصر، الدعاء هو العبادة. وإليكم صورة لبيان ذلك، فانظروا إلي. لما كنت محتاجا مضطرا في حاجة إلى من يقضي حاجتي، إلى من يسد خلتي، إلى من يفرج كربي، إلى من يدفع عني البلاء والخطر، فرفعت كفي إلى الله. والأفضل في رفع الكفين أن تكون مواجهة للوجه، لا هكذا ولا هكذا. هذه الصورة ماذا نقرأ منها؟ لو نرسمها فقط صورة على ورقة، بسم الله، الذي رفع كفيه فقير محتاج ضعيف لا يملك شيئا، أحق هذا؟ لولا فقره، لولا حاجته، لولا اضطراره لما رفع كفيه يستجدي ويطلب. إذن فرافع كفيه معلن عن فقره وحاجته. ثانيا، لما رفعهما إلى السماء؟ لأنه مؤمن أن ربه فوق عرشه بائن من خلقه، رفعها إلى الله الذي هو محيط بالعوالم كلها والله من ورائهم محيط. فهذا مؤمن بالله عز وجل وبقدرته على أن يقضي حاجته، وبعلمه على أنه عالمه وعرف حاجته. إذن رافع كفيه فقير، من رفع إليه كفيه غني. ثالثا، لولا علمه ويقينه أن الله تعالى يسمع صوته لما قال يا رب يا رب يا رب، لولا علمه بأن ربه سميع الدعاء ما سأل ولا طلب، لوقف وسكت، لكن يعلم أن الله يعلم السر وأخفى. رابعا، لو عرف أن غير الله يقضي حاجته وينفس ما به من كرب لقال هكذا أو هكذا، لكن أغضى وأغمض عينيه عن العالم كله ورفع كفيه إلى الله.
معناه أنه مؤمن أنه لا يقضي حاجته إلى الله. فمن هنا كان الدعاء هو العبادة، اعترافك بضعفك وعجزك وفقرك، اعترافك بغنى ربك وسعة فضله وإحسانه، اعترافك بأن لا يوجد في الكائنات من يسمع نداءك ويقضي حاجتك إلا الله. حقا الدعاء هو العبادة. فلذا من دعا غير الله كأنما انتحر وهبط وما أصبح كائنا بحق. لما دعا مخلوقا لا يملك أن يعطي ولا أن يمنع، جهل ربه وما عرف ولا رفع كفيه إليه، سأل من لا يسمع نداءه ولا يعرف حاله ولا يقدر عن قضاء حاجته، فما أبشع هذه الجريمة وما أقبحها. ومع الأسف تورط فيها العالم الإسلامي عدة قرون إلا من نجى الله عز وجل. الدعاء حسبنا أن يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخرين فيها. هل عرف السامعون هذا؟ هيا نفتح أعيننا عما يجري في ديار العالم الإسلامي ونحن نسمع: يا سيدي، يا فلان، يا فلان، يا فلان، ما تركنا شيئا إلا سألناه مع الله. ما سبب هذا؟ البعد عن كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نولد علماء ولا نشب ونبلغ ونكبر علماء، ولكن لا بد من التعلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم. والتعلم تكلف، تطلب العلم شيئا فشيئا حتى تعلم. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالدعاء هو العبادة. من صرف الدعاء لغير الله أشرك وانغمس في آثام المشركين وتورط في ورطتهم. ولا فرق بين من يقول: يا فاطمة، يا علي، يا حسين، يا رسول الله، يا عبد القادر، يا بدوي، يا سيد فلان، الكل في هذه الظلمة، ظلمة الشرك بالله. ومع هذا ما زالت الغفلة ضاربة أطنابها في أنحاء العالم الإسلامي. ما السبب؟ ما يدرسون ولا يتعلمون. قال: ومن هنا كانت العبادة بدون الدعاء ليست شيئا، أو لا تستقيم ولا تتم إلا به. وهو كذلك إذ في الدعاء الذل للمدعو والافتقار إليه والاستكان له وتعظيمه واستشعار غناه وإحاطة علمه بالداعي وقدرته على إعطائه ما سأله فيه مع تمجيده والتوسل إليه بأسمائه وصفاته إلى غير ذلك من مظاهر العبودية التي لا توجد واضحة بهذه الصورة إلا في الدعاء كما عرفتم. قال: إلا في الدعاء وحال السجود. ولذا كان الدعاء في السجود مستجابا لاجتماع مظهرين عظيمين من مظاهر العبادة فيه. الدعاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. أما الركوع فالصلاة وهو الانحناء وتسوية الظهر مع الرأس، هذا الركوع
يقول صلى الله عليه وسلم عظموا فيها الرب، أي قولوا سبحان ربي العظيم ثلاثا أو خمس أو سبع أو تسع أو ما استطعت إن كنت تصلي وحدك، أما إن كنت إماما فالقصد القصد، من أما منكم بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. فالإمام يكتفي بسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم فقامن أن يستجاب لكم، السجود ادعوا فيه بما شئتم، حتى إن أحدهم كما أخبروا عن أنفسهم رضوان الله عليهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله البصل والثوم في سجوده، سألته ربة الدار أن يأتي ببصل وما يملك، يسأل من يطلب، من يطلب مولاه، لأن السجود مظهر من مظاهر الانكسار والذل والاستكانة والحاجة والفقر ما دونها، هيئة من هيئات الدعاء. فلذا قال ولذا كان الدعاء في السجود مستجابا لاجتماع مظهرين عظيمين من مظاهر العبادة فيه. قال ولما كان تحقيق الرغائب وقضاء الحاجات أمرا يتوقف حصوله على أن يكون المدعو لذلك المسؤول فيه مالكا لجميع الرغائب وكل الحاجات، قادرا على تحقيق الرغبة وقضاء الحاجة، عالما بحال السائل الداعي الراغب، يسمع كلامه ويرى مكانه. وهنا لما تقف عند سيد من السادة الأموات في غير هذه البلاد وتسمع هيا بنا إلى الحسين في بلاد العلم على مقربة من أزهر العلم، وتسمع رجل يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين، لو كان عاقلا هل حسين يسمعه؟ والله ما يسمع. إذا ما دام ما يسمعك ترفع صوتك وتنادي مجنون أنت؟ ما معنى يا حسين وما يسمع؟ ثانيا هل حسين يعرف عن حالي؟ والله ما يعرف حتى عن ضفري ولا يدري عن ذلك. فما دمت تعرف أنه ما يعلم شيئا عنك ما معنى أنك تطلبه؟ ثالثا هل تعرف أن الحسين يستطيع أن يخرج يده ويقضي حاجتك؟ والله ما كان. إذن ما هذه المواقف المرة هذه؟ والآن والله لو تفتحون لهم باب الحجرة ويبعد هذا الدعاة لسمعتم الشرك أعظم مما كان في اللات والعزة. أهل المحنة ماذا؟ ما عرفوا الله. على سبيل المثال مررت بأخ لك واقف أمام خريبة ما فيها سكان ولا أهل ولا بها أحد، وهو واقف يا أهل الدار إني جائع، يا أهل البيت إني عطشان، أسألكم أنا أخوكم، ومررت به أسألك بالله تسكت وإلا تقف عند تقول يا عبد الله ما في الدار أحد من يعطيك؟ قولوا لي خليه تسكت. والله لهذا الذي وقف يا عبد القادر يا عيدروس يا بدو يا سيدي فلان أضل من ذلك الواقف على خريبة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. عرفتم الدعاء هو العبادة، من دعا غير الله تمزق وتلاشى وما بقي آدميا أبدا، لأنه كون من مخلوق مربوب عاجز ضعيف غائب لا يسمع ولا يبصر إلها ويدعوه دعاء الله ويناديه بأعلى صوته
أن يفعل وفعل. على الذين سمعوا هذه المسألة أن يبلغوا.